زيادة اللي هو يعني الناس دلوقتي كلها بتتكلم على الراجل الروسي اللي هيرفع قضية، وبقت الحكاية شكلها بايخ لان الموجود. انا عارف ان انتوا مالكوش صلة مباشرة بالموضوع، بس انتوا شايفين الحكاية ازاي؟ انا احكي لحضرتك ببساطة جمال دي الموضوع من اول. احنا في شركة بتدير هذا الخط، تمام، وكان نوع من انواع اللي احنا بنزود او بندي قيمة مضافة للبورتادي او اللي بيستخدمه المترو، ان احنا نعمل فعاليات ثقافيه. دي فكره جميله جدا. فعاليات ثقافيه دي عباره عن فنانين بيرسموا رسومات في المحطات، بنعمل فعاليات لطلبه المدارس، بنعمل فعاليات موسيقيه، بحيث ان احنا ندي قيمه مضافه لراكب المترو. حاجه جميله جدا. وبالتالي احنا اتفقنا مع شركه الاداره انها تشوف حد متخصص يتولى هذا الامر من ضمن هذه التخصصات الرسومات اللي كانت في كليه البنات. فاللي عرفناه ان شركه الاداره والتشغيل اتعاقدت مع المكتب اللي حضرتك ذكرته دلوقتي. ايوه. وبالتالي جهزنا كليه البنات وحصل فعاليات فيها والكلام ده كله. في مارس اللي فات حصلت مشكلة، الشركة بلغتني أو شركة التشغيل بلغتني إنها ألغت التعاقد مع هذا المكتب بسبب ما أو لآخر. فعلا من مارس؟ ماشي. يعني الموضوع ده اتلغى. والموضوع خلص لغاية ما فوجئت بموضوع الرسومات، فاتصلت بشركة التشغيل. الرسومات دي أنتوا تيقنتوا منها؟ قالوا إن الشركة أو المكتب اللي تولى بهذا الموضوع عمل مقترحات وما جابش سيره خالص ان دي مقتبسه من اعمال فنيه لفنانين اخرين. وبالتالي ده انا بعتبره يعني شيء مش مظبوط وغير اخلاقي. طبعاً. ان ده في حاجه اسمها حقوق الملكيه الفكريه. صح. اكيد. فالكلام ده لو كان حصل فانا قلت للشركه هل المكتب اللي عمل الرسومات ده خد اذن من صاحب العمل الاصلي عشان يجرده بالشكل اللي هو حاطه في المحطه؟ قال لي لا ما حصلش. قلت له لا، يبقى الموضوع ده لازم يتاخد فيه اجراء. وطلعت بيان قلت ان الهيئه القوميه للانفاق دي هيئه حكوميه مصريه بتحترم نفسها وبتحترم حقوق الملكيه الفكريه لكافه الاعمال سواء فنيه او ادبيه، وان احنا بنحتفظ بحقنا لاي اضرار ماديه وادبيه تجاه هذا المكتب اللي لم يبلغنا انه اقتبس هذا العمل. وبلغت الشركه ان هيتم اتخاذ اجراءات رادعه في هذا المجال، لان حضرتك انا لما اجي اعمل في المحطات فعاليات ثقافيه عشان ادي قيمه مضافه، ده مش معناه ان انا يعني بالعاميه كده ان انا اختلس او اختبس بدون اذن صاحب العمل الاصلي، وتكون اعمال فرعونيه انا بعتبره عمل غير اخلاقي. وبالتالي طلعنا هذا البيان لان ده بيمس صوره الهيئه وبيمس صوره الشغل اللي احنا بنعمله. احنا يعني احنا لسه من يومين فاتحين حاجه كبيره جدا، الار تي ال عدي منصور والال ار تي بالافتتاح. ما ينفعش جملة وتفصيلا هذا الحدث. وانا بكرر لحضرتك ان احنا نمرة واحد ما كانش عندنا علم بهذا التعاقد مع المكتب، لان انا بتعامل مع شركة التشغيل مباشرة. ثانيا بنرفض جملة وتفصيلا هذا الفعل تماما. هل عندكم يعني سيادتك شايف ان يجب لحفظ حقوق الهيئة القومية للانفاق ان انتوا تقاضوا هذا المكتب؟ لازم هاخد اجراء، وانا طلبت المستشار القانوني بتاع الهيئه النهارده، وطلبت شركه التشغيل والممثل القانوني بتاعهم في اجتماع بكره عشان نقرر هذا ايه الاجراء اللي احنا هناخده ضد المكتب ده. ده اكيد. لان هو مش بيمس يعني هو مش بيمس الهيئه بس، ده بيمس حاجه مصريه. صح. ولا يصح جمله. طب عندي ليكوا اقتراح بقى سياده اللواء. اتفضل يا فندم. دلوقتي احنا عندنا فنانين تشكيليين مصريين عظام
محمود سعيد، سيف ولي، صلاح طاهر، كذا، عندنا لوحات كتير في متاحفنا المصرية. وطالما ان حضراتكم عندكم هذا الاتجاه، ليه ما يكونش في كلام مع وزارة الثقافة ويتم يعني للترويج للفن المصري رسم هذه اللوحات بأحجام كبيرة بعد أخذ الموافقات اللازمة على جدران المحطات؟ ده أنا بتفق مع حضرتك، والكلام ده إحنا اوريدي عملناه. برافو. اتصلنا أكثر من مرة بكلية الفنون الجميلة، واتصلنا بكذا جهة فنية وثقافية في مصر، لأن الفكرة كلها جمال دي إن أنا مقتنع تماما والدولة مقتنعة تماما إن الخمس دقايق اللي هيقعد فيهم 1000 شاب أو 1000 واحد بيرتادوا المحطة، لو اتفرجوا على عمل فني أو قطعة موسيقية راقية أو صحيح أو جريدة حيطة، فدي قيمة مضافة. لا مش بس كده، ده هيخليهم في نفسية أفضل في تعاملهم. حضرتك لو تابعت، انا ممكن ابعت اخلي الـ 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 العلاقات العامه والاعلام عندي يبعت لحضرتك فلاشه عليها الفعاليات الثقافيه والفنيه والموسيقيه اللي احنا بنعملها في المحطات بصوره دوريه بصوره مستمره. الفعاليات الثقافيه اللي احنا بنحطها، احنا بنحاول في محطات بنحولها لجرائد حائط، بنقول المحطه دي اتسمت ليه كده ومين الشخصيه ومين. حلوة قوي. والله حاجه ممتازه يا فندم. حلوه قوي. احنا لينا يعني في نشاط في الموضوع ده. الموضوع ده اللي حضرتك بتقترحه فعلا عامل لي ازعاج على المستوى الشخصي جدا، لان مش دي الفكره اللي احنا بنتكلم فيها. لا، اولا خلينا ااكد لسيادتك حاجه. انا متاكد ان الهيئه القوميه للانفاق دخلت في هذا الموضوع بحسن نية شديد. 2، ان كان هدفها مختلف تماما عما قالت اليه الامور. 3، واسمح لي بالنيابة عن سيادتك اقول لكل من يريد الاصطياد في الماء العكر خليك انتوا على جنب شوي. والله بص يا جمال بيه، انا اللي بقول يا فندم. انا بشكر حضرتك على التصريح ده، لكن احنا تعودنا في يعني احنا بنشتغل وهدفنا الصالح العام، وهدفنا ان احنا نعمل حاجات كويسة، وهدفنا الناس تحس بالفرق اللي موجود وتحس بفرق الخدمة اللي موجود، تحس بفرق المحطات بتتعمل ازاي، الكلام ده كله. كون ان احنا فعلا عايزين نعمل قيمة مضافة. طبعا حضرتك كل واحد بيتكلم، في واحد بيوجه النصح حسن نية زي حضراتكم في الاعلام، وفي واحد بيصطاد في الماء العكر زي ما حضرتك بتقول. ولكن هو في الاخر هي احنا مقتنعين ان العمل اللي على الارض هو اللي بيتكلم عن نفسه. صح صح صح. فهو ده اللي احنا مقتنعين بيه. احنا ما بنسمعش الكلام الهدام، ما بنلتفتش بيه. احنا الدوله ليها هدف، الدوله ليها اهداف كبيره بتتعمل من ضمنها قطاع النقل وقطاعات اخرى كتيره جدا، فاحنا بنبص لقدام. وارد ان يحصل سهو وخطا والكلام ده كله، لكن المهم ان لا مش سهو يا فندم، مش سهو. ده يقال عليه او يوصف بانه شكل من اشكال التدليس. يعني انا مش عايز يعني لا ما هي كده. انت انا جيت لسيادتك واديت لك حاجه، فحضرتك بحسن نية اخدتها باعتبار انها بتاعتي، فتكتشف بعد ما اخدتها انها مش بتاعتي، وصاحبها بيقول انتوا ازاي تعملوا كده. يعني هم لا حتى بلغوا حضراتكم ان دي اعمال مش اصلية، ولا حتى بلغوا صاحب العمل ان هم هياخدوها. لم نبلغ اطلاقا سواء انها مقتبسة ولا انا بتكلم عن نفسي وعن شركة التشغيل. يعني لان انا سألت في الموضوع ده وتأكدت ان هو لم يبلغ. واحد طبعا لما بيحب يقتبس عمل فني، نمرة واحد لازم يستأذن صاحب العمل الأصلي طبعا، حقه ويوافق وما يوافقش. نمرة 2، في حالة موافقته انه يبلغ الجهة اللي هو هيتهالها او هيبقى فيه عمل مشترك بينهم. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصل على الارقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.